أتمنى أني لم آخذ الحياة على محمل الجد. أتمنى أني لم آخذ الحياة على محمل الجد. أتمنى أني لم آخذ الحياة على محمل الجد. أتمنى لو عشت أكثر. أتمنى لو قدمت سعادة أكثر لعائلتي. أتمنى لو علمت كم كانت الحياة ثمينة، كم كانت سريعة، كم كانت فريدة، وفي نفس الوقت من دون معنى وتافهة. أتمنى لو أنني لم أتخلى عن حلمي بتلك السهولة. يوما ما سوف يمر شريط حياتك أمام عينيك، عليك التأكد من جعله يستحق المشاهدة. عندما نعيد النظر في حياتنا من جديد، في لحظتنا الأخيرة على فراش الموت، سوف نتساءل جميعا، هل كان لحياة معنى؟ هل كان لحياة معنى في هذا العالم؟ هل كان لي تأثير في حياة أي شخص آخر؟ هل كان لي أهمية؟ هل كنت إنسانا صالحا؟ لن نكون حينها قلقين بشأن أموالنا، لن نكون حينها قلقين بشأن ما نملك، لن نبالي بشأن برنامجنا التلفزيوني المفضل، لن نخصص أي فكرة حول ما يعتقده الناس وما يحكمون علينا. هل كنت مهما؟ قبل أن تلفظ أنفاسك الأخيرة، ربما سيكون اليوم هو الوقت المناسب لتقوم بالتغيير. اجعل حياتك مهمة. يوما ما سوف تنتهي، سيكون هناك عدة أيام لتحدد أهدافك. عليك أن تتأكد أن تلك الأهداف لن تكون فارغة. تأكد أنها مملوءة بالحياة، مفعمة بالحياة. قال يوما أوسكار وايلد، أن تحيا لهو أنذر شيء في العالم، فمعظم الناس موجودون فقط ليس إلا، ولقد كان محقا. لا تحيا كما يعيش الآخرين، كن استثنائيا، عش كل لحظة بصبر، اترك مخيلتك تسبح في عقلك، لا تبالي بأي شخص أو شيء فهذا شيء مفروغ منه. ما هو الأهم بالنسبة لك؟ ما هي الأحلام التي تملكها؟ اذهب واحصل عليها. ما الذي تنتظره؟ أنت تملك طلقة واحدة فقط. إن أخطأت الهدف، على الأقل ستعيش بكبرياء وفخر وبدون ضعف، وليس لديك أي ندم. من تحب ومن يحبوك؟ أخبرهم، أخبرهم الآن، لأنك لن تعلم متى ستكون فرصتك الأخيرة. لا تأخذ هذا الشيء الخيالي الذي يدعى بالحياة كأنه أمر مفروغ منه. حافظ على ثبات عقلك بينما يفقده الآخرين. ثق بنفسك عندما يشكك بك الآخرين. أتقن حلمك بينما يتخلى الجميع عن أحلامهم. كن الربان بينما الجميع فرحين كونهم فرد من الفريق. كن أسدا بينما الجميع يقومون بدور الخراف. كن قائدا بينما الجميع تابعين. عش كل يوم كما لو كان آخر يوم لك على وجه الأرض. فقط اترك ميراثك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان في زوائد مسند الحارث للهيثمي بلفظ: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.